السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا شرح سهل وبسيط طريقة عمل فورمات كامل للآيفون أو الآيباد بدون استخدام الكمبيوتر وبأسهل طريقة. طبعا الشرح هذا للآيفونات أو الآيبادات أو الآيبودات اللي ما عليها جيل بريك. لاحظوا معايا الكلمة ما عليها جيل بريك. اللي عليها جيل بريك ويسوي هذا الطريقة بيعلق معاه بتجيله علامة الآيتونز وبيضطر لعمل فورمات عن طريق برضو الكمبيوتر. اللي ما عنده جيل بريك بكل سهولة يقدر يتبع هذه الخطوات وبيرجع الجهاز كأنك توك فاتحه من الكرتون جديد من أول الإعدادات الأساسية من البداية. طبعا بندخل على الإعدادات، بعدين بتدخل على عام، بعدين ننزل آخر شيء إعادة تعيين وتضغط على Erase All Content and Setting، مسح جميع الإعدادات والتطبيقات والصور كل شيء، مسح كامل كافة المحتويات للآيفون. وهذا طبعا يفيد اللي بيبيع جواله أو آيبوده أو أي أو آيباده، يعني ممكن هو واقف في المحل حق الجوالات يقدر يسوي هذه الطريقة، ما بتاخد 3 دقائق معه. طبعا بمجرد ضغطك على الأحمر إريز آيفون بيمسح كافة محتويات الجهاز ولا يمكن استرجاعها. طبعا لو عندك نسخة احتياطية على الآي كلاود أو على الآي تونز طبعا تقدر تستعيدها، لو ما عندك بتروح. وزي ما قلت لكم اللي عنده جيل بريك لا يسوي هذا الطريقة عشان بيعلق معاه وما حيضبط، وبيضطر بعدين بيمسح كل شيء وبيرجع بالكمبيوتر يفرمت. فمن البداية خذها فورمات عن طريق الكمبيوتر اللي عنده جيل بريك. أتمنى تكون الفكرة وصلت والشرح واضح. اللي ما عنده حسابي في تويتر هذا هو حسابي.